إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا مغيث اللهفات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا كاشف البليات، اللهم اكشف عنا هذا الداء، اللهم اكشف عنا هذا الوباء برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.